وسؤالي بقى لدكتور هالة، هاخد من كلام دكتور أسامة عن كلمة الولاء والانتماء. وأنا عندي يمكن حاجة شوية يعني خلتني استثرت في رمضان اللي فات لما نزلت أشتري لابني يعني فانوس، فلقيت فانوس بشخصية كرتونية أجنبية سوبر هيرو يعني، وبيقول وحوي يا وحوي يعني. فإزاي مثلا كابتن أمريكا هيقول وحوي يا وحوي وابني متعلق بيه بهذا الشكل؟ وده نقطة هي أساس وجوهر منه طفل عنده 4 سنين عنده ولاء وانتماء، هو بيسمع وحوي يا وحوي من شخصية كرتونية موجودة بأهداف الغرب وبيشوفها في الكرتون، ولما بيكبر كشاب شوية بيتفرج عليها في مسلسل سوبر هيرو أو فيلم أجنبي سوبر هيرو. الولاء والانتماء والناس مش يعني عايز حضرتك أهمية ده لتماسك المجتمع. ممكن ما يبقاش حد، أنا ابني بيحب سبايدر مان فبجيب له تشيرتات سبايدر مان، ابني بيحب كابتن أمريكا، ده مؤثر بشكل كبير ولا أنا واهم يعني؟ لا، هو مش بالخطوره اللي حضرتك متخيلها، لان قضيه الهويه هنا مختلفه عن الميول. هو هنا لما تروح قدامه الشخصيه الاجنبيه سواء في الكرتون او في الماده اللي بيتفرج عليها او في اللغه اللي بيتكلم بيها او في المدرسه اللي بيتعلم فيها، لكن في الاخر الهويه الوطنيه كمصر ومصريين مختلفه. لكن احنا مقصرين في حق ده بان احنا يمكن كتير جدا من المصريين ما يعرفوش قيمه وتاريخ الهوية المصرية. أنا أقصده هل قدمنا له ما يقابل عشان يحافظ على الهوية الوطنية دي؟ للأسف فيها مشكلة. يمكن النهاردة مثلا منصة زي نتفليكس بتعرض أن أصل الحضارة المصرية جاية من أفريقيا، طبعا أشياء مغالطات ومبالغات وأمور غير حقيقية. طب هل أنا هطلع بقى وابتدي واتكلم وأقول ده غلط؟ لا، المفروض أن أنا أعرض الحقيقي. فكل صاحب عقل بيوزن وبيدرك. فإحنا لازم نهتم. أنا بس عايز أقول مش كحاجة، إحنا في المتحدة يعني كمتحدة طبعا الوثائقية هي مولود جديد، قناة الوثائقية عاملة وبتجهز إن شاء الله الكليوباترا الحقيقية هنقول عليها. ويمكن أنا حضرت ندوة برضو كانت قوية جدا مع دكتور وسيم السيسي، وهو كان بيتكلم في المحور التاريخي وأنا في المحور الاجتماعي، وبدأنا نذكر حقائق الحضور. طبعا بدأ ينتبه، لكن مش كافي إن إحنا يكون عندنا الهوية الوطنية القيم المصرية. إحنا المصريين حاجة عظيمة قوي، بس لازم نعرف ان احنا حاجة عظيمة بالشواهد وبالتاريخ وبالورق وبالقلم كل حاجة. اي حد ينتمي او يحب انه يبقى مصري، واذا كان هناك شعب ربنا مختار فهو الشعب المصري بالشهادات وبالوثائق وبكل حاجة. لكن عندنا ميزة برضو ان احنا المصريين اكثر شعوب العالم انتماء. عندما تمس مصريتنا او ما يتعارض مع اي مصري تنتفض كل الاشياء وبيظهر المصري امام وده يعني في دي جينات على فكره، لان انا كنت لسه هدي مثل الحقب الاستعماريه ما اثرتش في ثقافتنا. تعرف حضرتك اخر دراسه عالميه قالت ان الجين المصري اللي هو من ايام قدماء المصريين لحد النهارده لسه موجود في الجينات المصريه بنسبه 98%. يعني احنا لسه مصريين منتميين لده بالنسبه دي، وال2% دي نتيجه لبعض الاحتكاكات وبعض الامور الوراثيه والامور الاستقباليه لبعض المجتمعات الاخرى. انما احنا المصريين لا، لينا هويه. انما انا بتكلم على الهويه الثقافيه والهويه العلميه. هنا دايما لازم يكون انا عندي بنيه قويه تقاوم ما هو مطروح سلبي. لازم يكون عندي معلومات وعندي درجه من الوعي ودرجة من وده نفس الكونسبت اللي حضراتكم بتقولوه، موضوع ان الشائعات قبل ما تطلع انا اطلع الحقائق اصلا، ادور على اللي موجود عندي، لازم اكون على اللي عندي. وهنا في الحقيقه يمكن انا بتكلم على قضايا الحوار الوطني. شيء جميل جدا ان احنا يبقى عندنا حوار وطني، شيء جميل جدا ان احنا نطرح افكارنا من احزاب متعدده من فئات عمريه متنوعه من اهتمامات مختلفة، لكن كلهم في الآخر بيحبوا البلد دي وكلهم عايزين يوصلوا لتنمية البلد دي. طب إيه هي السياسة؟ عبارة عن إيه؟ فكر أيديولوجي بيرسم طريق تحقيق التنمية. هيتنوع الفكر الأيديولوجي وفقا لتنوع الاتجاهات، لكن في الآخر الكل بيحب البلد. فإحنا بنطرح قضايا في إطار الحوار الوطني. مفروض كل قضية تطرح لابد أن نبحث في العلماء المصريين والمتخصصين، بنقول له تعالى قول لنا ازاي نعالج الاشكاليه دي او ازاي نزود الفرصه دي. لان في الحقيقه القضايا الوطنيه عندما تطرح هتطرح لينا فرص وهتطرح لينا تحديات. فلازم نعرف من خلال العلماء والمتخصصين انهم يناقشوا هذه الايديولوجيه. مش دورنا ان احنا نعالج. هيبقى فينا بعض المتخصصين في طرح القضايا ممكن يشاركوا بعد كده مع العلماء في العلاج.